كل شيء عن خليل إبراهيم جيهان، الممثل الرئيسي في مسلسل إيمانيت الذي شاهدناه بحب. إذا شاهدت الفيديو حتى النهاية فسيتم إخطارك بمعلومات مهمة جدا حول خليل إبراهيم جيهان. قبل الانتقال إلى موضوعنا، إذا كنتم تريدون أن تكون مقاطع الفيديو التي ننشرها حولكم، أنتم بحاجة إلى النقر الزر أعجبني والاشتراك في قناتنا. حصل خليل إبراهيم جيهان على جائزة أفضل عارض الأزياء الذكور في مسابقة أفضل عارض أزياء في تركيا عام 2007. الممثل الوسيم هو شخصية متعددة الجوانب. إلى جانب التمثيل يشارك خليل إبراهيم جيهان أيضا في العديد من المشاريع كعارض صور وكاتب أغاني ومغني وملحن. جيهان الذي يقوم أيضا بالتلحين والغناء وأيضا بتأليف مؤلفات للعديد من الفنانين المهمين. تشتهر العلامة التجارية المفضلة لدى الممثل بشغفه بالسيارات وهي مرسيدس. يمان خليل إبراهيم جيهان ولد عام 1986 في إسطنبول. يبلغ طول خليل إبراهيم جيهان 1.80 مترا ووزنه 76 كيلوغرام. حصل خليل إبراهيم جيهان على تجربته التمثيلية الأولى والوحيدة في فيلم هيمين دونيريز في عام 2019. خليل إبراهيم جيهان سلسلة قنوات السلامة 7 مع شخصية يوغي ونشرت على الشاشات ليس فقط في تركيا، استطاع أن يحظى بشهرة عالمية. الممثل الوسيم لاعب معروف في العالم التركي وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. يتناسب عشاق سلسلة الأمانة خليل إبراهيم جيهان مع سيرة ترك أوغلو التي أعطت الحياة لشخصية سهير في المسلسل. كانت هناك تقارير تفيد بأن خليل إبراهيم جيهان سيرة ترك أوغلو أبحروا في حب جديد. كان عشاق كلا الممثلين الذين تلقوا نبأ علاقة حب بين الزوجين سعداء جدا بهذا الموقف. نأمل أن نرى زوجين خليل وسيلة بيد في الحياة الواقعية في وقت قصير جدا. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وإعجاب بالفيديو للاستمرار الموضوعات المتعلقة بمسلسل الأمانة ومسلسل الوعد. وداعاً.